So the word on the following diagram, I want to complete the labeling of the physiologically important regions in the nephron. Then add a label to identify a superficial and the juxtamedullary nephron. Okay. صورة هاي تحديد صورة أتوقع ما يحتاج هالشيء. تحتاج توضيح الأجزاء. خلي جماعة. بس الـ collecting duct فيه ثلاث تأشيرات هاي البنفسجي بس دلنا شنو معناها؟ اكو cortical الأخضر الفوق cortical collecting duct يعني أول واحدة جزء الـ cortical الثاني المدلري collecting tubules طبعا الفوق tubules هذا نبعت أجزاء ضمن يعني الأجزاء الأصغر خلينا نقول cortical collecting tubules وراها cortical medullary collecting tubules وراها collecting ducts نعم الصورة واضحة ممكن تلقاها بأي كتاب بالتفاصيل تلقى صور أكيد كلش واضحة ما عندنا شيء ويا الصورة هسه عبر لنا السؤال الثاني نعم السؤال الثاني for each statement below indicate the single best answer from the list for A the context of the kidney is A the only place where urine is stored B the only place where reabsorption takes place C the only place where secretion takes place D the only place where filtration takes place and E the only place where absorption takes place اوكي واحد من الطلاب جاوبوا السلام عليكم دكتور عليكم السلام دكتور الجواب دي اللي هو only place where filtration takes place اوكي why دكتور هو يصير الفلتريشن بالبومان كبسول بالكورتيك بالضبط why موجود البومان كبسول؟ بالكورتيك بالمدلة الموجودة ما موجود عندي بالمدلة موجود فقط بالكورتكس نعم دكتور العفو ترى ممكن نلاحظه نعم اذا بالسؤال قال لنا الفلتريشن اند ريابزوربشن نختارها لا. يعني هاي الان غير شكل الان غير شكل السؤال واضح ما تفترض اي بس السؤال مرات يعني شوي لوف علينا غلط هذا لانه الفلتريشن اونلي بالكورتكس. يعني هم ما يصير فيها ريابزوربشن، يعني عندك بلازما الفلتريشن اونلي بالكورتكس. الفلتريشن اونلي بالكورتكس، لكن الريابزوربشن اختلف، ممكن بالكورتكس، ممكن بالمدلة. فلهذا السؤال واضح. واضح. نعم. يعني واضح من الصورة يمك انه اكو اجزاء موجودة بالمدلة. واجزاء موجودة بالكورتكس مثل التيوبولز. لكن الجزء الوحيد الموجود فقط بالكورتكس هو البومان كبسول نعم أعرف السؤال بعده ثاني which one of the following would describe the kidney nephron نعم السلام عليكم دكتورة 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 الجواب اي اللي هي بيت فانكشنال يونت اوف ذا كيدني فانكشنال يونت اوف ذا كيدني اوكي فانكشن يونت اوف ذا كيدني از ذا نفرون نعم دكتورة النفرون دكتورة من ضمن هال كولكتنج داكت نفرون بكل اجزائها بكل اجزائها نعم لحد ما يعني فانكشنينج من اللي يشتغل كولكتنج داكت تشتغل كولكتنج تيوبلو الى كذلك some function. No. The fluid that is found in a normal patient, the urethra, is what type of fluid? No. Urine. Urine. صحيح. اللي وصل للورثة هو urine.
فرع دي The fluid that is found in a normal patient in the glomerular tract is what type of fluid? بالجلوميرولوس ايش قال قبل الجلوميرولوس؟ بلاد دار اي بلاد اي فقط بلاد صحيح فرع اللي بعده The fluid that is found in a normal patient in the Bowman's capsule is what type of fluid? A. Ultrafiltrate. The fluid that is found in a normal patient in the renal pelvis is what type of fluid? يورين طلعنا من الفانكشنال يونت نحن المكان الاكبر صار عندي ليش يورين اوكي شنو الفرق بين الالترافلتريت والبلازما بلازما بلد يعني غير بلد موجود وين نعم يعني الجزء ما بيه كرات الدم الحمراء فقط مو اي 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 في جزء من البلد لكن الفلتريت هو فقط اللي تفلتر قبل شوي حكينا عنه ما بي اي سيل ما بي لا ار بي سي ولا وايت بي سي ولا اي سيل الفلتريت ما بي بروتين فالبلازما جزء من البلد يعني كامل بلد لكن الترا فلتريت فقط الماده اللي تفلترت ووتر سوليوس جلوكوز بلازما هي جزء من البلد نعم سؤال ثالث. What are the three important characteristics of substances that can be used to measure GFR? نعم. هنا طرق اللي بيكون GFR. شو استعملنا؟ شو المادة؟ شنو صفاتها؟ بيصير تكون نوع ميتابوليزم أو وكذلك نوع reabsorption أو نوع secretion. بعد وأهم شيء. دكتورة ما تسأل عن ال أول ما تبدي من الفلتريشن ري ديفلتر إذا ما تفلترت بالبداية ما راح يصير ري ابزوربشن سكريشن فأنت من البداية حتى ما تنسين ري ديفلتر وراها نوت ري ابزورب ونوت سكريت أوكي رقم أربعة احنا جاي نمشي بسرعة اكو شيء عندكم متوقف بيه الاسئلة واضحة اتوقع يعني حتى نفس الحكي كله بالمحاضرة What are the normal values for GFR in adult males and females? دكتور الميلز من 90 الى 130 ملي لتر الومن 80 الى 120 اوكي هاي باي طريقه قسناها؟ بالكرياتينين كرياتينين كليرنس اوكي دكتورة ليش يعني الذكر اكثر من الانثى يعني؟ نعم ليش بالذكر اكثر؟ احتمال المصل ماس اكثر، احتمال الديماند اكثر هي دائما اكو في الديفرنسز بين الميل والفيميل هرمونال افكت ما نقدر نحدد شيء كله ممكن كولكتيفلي ينطي ديفرنس بين الميل والفيميل الارقام هي مثل ما سمعتوا موجوده نصا بالمفاضل بالضبط موجوده نصا بالمفاضل الارقام نجا ونور موجودات الارقام نصا بالمفاضل جميلكم كررها عيد الهويه دكتورة هنا يعني الدرجة من 90 إلى 130 وبالنساء من 80 إلى 120 هي هذي؟ نعم Normal value of GFR نعم السؤال اللي بعده And what is the relationship between GFR and kidney function? Now,
وضحوا لي ليش كان هذا الفرق. يلا واحد من الشباب يجاوب. شابات شنو تعكس لي جي اف ار اذا زادت الجي اف ار؟ اذا كانت جي اف ار نورمال يعني 125 ملي بير مينت كيدني فانكشن تكون شنو نورمال. اذا قلت الجي اف ار فالكيدني فانكشن شنو تكون راح تطلع لنا يعني راح تقلل انه افراز شو اسمه المواد تكون غير نورمال. اذا زادت زين انا شلون احسب هذا الشيء؟ عن طريق الكرياتينين كرينال او عن طريق الانيونين؟ اي بالضبط. انا اذا احسب كرينال فانكشن اريد شي ارقام بالارقام، انت تحكي لي تقول لي بلاد فلو وذ النورمال وبالاكسكريشن وذ النورمال والابزوربشن وذ النورمال، لكن اذا تعكس ليها بارقام انا من يجيني مريض ابدا اعرف الفانكشن مال الكدني مالته شلون اتعامل وياه، لازم احول على ارقام، فلازم اقيس سبستانس اللي هي الكرياتينين. كرياتينين انا ابو الانولين هذا احتاج انمطي يعني هذا ان شاء الله اكثر يجوز اوسع احتاج يجوز احتاجه لغرض الريسيرش للبحوث يدوس هو يعني فد شيء عنده فد تشالنجينج فد بروبلم احتاج شيء اكثر دقه فانطي الانولين. لكن انا نورمال انسان مريض اللي يجي للمستشفى اقيس له رينال فانكشن بس مجرد اقيس له كرياتين فاليو نورمال فاليو احسب له الرقم فراح من خلالها اعرف الكيدني فانكشن نورمال اور نوت. بعدد واحد يعيد الكلام هذا شلون ميزنا حتى تفهموها زين. جي اف ار دكتورة نقدر نقيسهم عن طريق الكرياتينين كليرنس. اذا اجاني مريض لقيت الكرياتينين صار ضعف عنده ضعف يعني الكيدني فانكشن قال الى النصف خمسين يعني بدو بروبلم عنده بحيث الكرياتينين تجمع بالبلد جمعت كمية كلش عالية ما صار بيطرح المفروض ينطرح هو عبارة عن باي برودكت شيء نهائي ما احتاجه لازم اطرحه باليورين زين اذا تجمع بالبلط شنو معناها؟ يعني معناها الكيدني بها ديسفانكشن 50% اذا كان الكرياتينين الى الضعف ماشي زين اجاني اليوم قيمة الكرياتينين ضعف النورمال باشر رجع لي قست له لقيت رجع للنورمال ايش صار عندي؟ حسنا في الكيدني طبيعي زين اجاني اليوم ضعف الرقم مباشر اجاني ضعفين صار اربع اضعاف شنو هذا يعني؟ صارت اسوء هذا احتاج بالفولو اب يعني مريض داخل المستشفى اليوم الرقم مختلف عن باشر احتاج بالفولو اب اوف ذا بيشنت كونديشن احتاج اخذ له قياس بيس لاين وقال ثاني يوم صعد او نزل فلهذا انه يعكس لي جي اف ار بكليرنس عكس لي رينال فانكشن ماشي. السؤال الثالث is creatinine clearance and GRF the same thing and if not what is the difference between them؟ creatinine clearance هو نفس الجي اف ار نفسه بالضبط مو نفسه يعني كلش لانه يصير اكو بعض السكريشن من الكرياتينين بال من قبل البلاد لهذا للبير للتيوبولار سيل نعم ممكن بقبل البلاد احتمال من نفس التيوبولار سيل يعني حالها على اي صار نبي هو عباره عن ميتابولايت فهي نفسها السيل تفرزه ممكن زين راح تضيف لي كميه جدا قليله فوق النورمال لكن يعني الرقم جدا بسيط ويقول اكو يعني احنا لو ندخل شباب كتب الكيمياء يقول الطريقه مال البروسيسنج احنا مو دخلنا زياده الطريقه مال البروسيسنج بالمعادلات الكيميائيه تقلل شويه القراءه فيقول هذا اكو زياده بالتيوبولار سكريشن وبالمعادلات اساسا الكيميائيه تقلل شويه فوحده تراوس الثانيه احنا ما اخذناها ما حكينا عنها وحدة تراوس الثانية فالكمية إذا زيادة بسيطة أو نقصان بسيط يعني ما تأثر تبقى وذا النورمال يعني تبقى تعكس لك الجي اف ار إذا اكو زيادة بسيطة أو نقصان قليل فهي تبقى ضمن ذا نورمال فاليو
وما تأثر هواي على القراءات. بسبب وجود tubular secretion of some amount of creatinine. دكتورة يعني الكرياتين التيوبيلر سيل تفرزه؟ اكو هي حالة حال اي سيل. اللي هي ما اعرفه انه من البيرتيوب الكابيلاري هدور يعبر وين على اليوم الماجي. ممكن ممكن قلنا احنا في كمية جدا قليلة يعني ما تستحق انه كلش نركز عليها من جتي، لكن عندي سكريشن اجاني في السكريشن بسيط بعد من التيوبيلر سيل نفسها من البلد اجاني مرة ثانية، قلنا الكمية جدا قليلة فممكن نحذفها ممكن ما نحسبها اصلا، ولهذا يبقى عندي الكرياتين انفيرنس يعني جود ميرر يعني يعكس لي الجي اف ار. بس هو قلنا الكرياتين انفيرنس عبارة عن اوفر استيميشن زيادة ابسط من البسيطة، لكن لازم نعتبرها اوفر استيميشن. Question 7. In the glomerulus, the small net filtration pressure favors plasma moving through the leaky glomerular capillaries and into the renal tubules. No. So, which two forces oppose this? No. Let's show you another one. Forces here, glomerular oncotic pressure, Bowman capsule hydrostatic pressure. احشي لوحدة وحدة ومن oppose filtration ومن ويا filtration. فورنا اثنينات من oppose filtration. Glomerular oncotic pressure يعني وجود البروتينات، وجود البروتينات داخل الدم. نعم. الهيدروستاتيك بريشر. من نحكي عن الجلوميرولار نقول osmotic pressure لأنه أقوى. الكترولايت واكو بروتين فاثنينهم يمارون كون الالكترولايت قسم منها يعبر قسم منها باقي، لكن يبقى عندي اوزموتيك بريشر فاستعمل كلمة الاوزموتيك بريشر اكثر دقة كون اكو اوزموتيك بريشر بالجلوميرولا كافيلاري ايش راح يسوي؟ فيفر يعاكس. ليش؟ ترى لان حتى يسوي دالوشن للسولوت يدخل للدم حتى يسوي دالوشن للسولوت يعني كميته اكثر مثلا بالدم. لا وجوده ليش شنو فائده السولوتس؟ شو تريد تسوي؟ شو تريد يعني شنو الشغله اللي تريد تسويها؟ ليش تعكس الفلتريشن؟ البروتين خلينا نقول البروتين فقط البروتين ليش عكس الفلتريشن؟ شو تريد تسوي؟ دكتوره تسحب الماي؟ تحفظ المي مو تسحبه اللي تحفظه داخل البلد بصل على حال اي بلد بصل وجود البروتينات داخل البلد بصل يحافظ لي على وجود البلد مكانه يعني يعبر لك يعني الانترستيشن اذا طلع البلد قلت البروتين راح يصير عندي اديما واضح؟ فهاي الفورس القوية تحافظ لي على وجود المي داخل أو البلد كله داخل بلبس فلهذا عندي تي فورس عالية. إذا هاي ايش راح تسوي للفورس؟ والفلتريشن لو أبوز؟ أبوز دكتور. أبوز فلتريشن. زين بعد شنو عندي فورس؟ بومن كابسول هيدروستاتيك بريشر. نعم نعم. كمية هذا شو يسوي؟ الفلويد بالبومن كابسول هذا أهم يعاكس الهيدروستاتيك بريشر أوف ذا جلوميرولوس. بس لان كميته قليله فما يعني نعم. ما يبقى يعني يبقى اكو فارق يدفع الدم زين هو هذا وين يريد يجي؟ هذا شنو هذا؟ هذا رسالة كبرجر بالبومان كبسول شنو هذا؟ يرجع الفلويد يحاول يرجع الفلويد للكابلاري ماشي ما دام عندي فلويد اي فلويد موجود بس يعني اي وو يحاول يطلع منه فيحاول شو يسوي لي؟ شنو عندي؟ يسلط لي برجر اللي هو شنو نوع البرجر؟ هيدروستاتيك فهذا وين يريد يرجع يطلع من البومان كبسول يريد يرجع مرة ثانية لوين؟ للجلوميرولس فهذا كذلك أوبوز فلتريشن
من هو الفلتريشن؟ Got a hydrostatic pressure of the glomerulus. نعم. With oncotic pressure of the Bowman capsule. اللي هو موجود أساسا؟ ما موجود لأن ماكو بروتينات. Normally ماكو بروتين. نعم. البومان كبسول فلهذا يعتبر زيرو. لكن اللي يدفع لي إياه للفلويد سوينا فلتريشن هو الهيدروستاتيك بريشر عالي سوينا فلتريشن لكن شوف احنا ايش قد عندنا بريشر عالي لكن نصها صافية 10 ملم ميركوري هو الضغط اللي يحتاجه حتى يسوي فلتريشن ماشي كمل Consider what would happen if the tubular hydrostatic pressure were to increase. So, and what effect would this have on the effect? No. That's the far Andy. So, I should go. Hydrostatic pressure, when that? You're after the Bowman capsule? No. That's the حاليا السؤال يقول لك بالبومان كبسول هيدروستاتيك بريشر زاد. تقل الجي اف ار. جي اف ار راح تقل ليش؟ Then oppose the filtration from the glomerulus to Bowman capsule. ماشي. اوكي. زين. إذا بالعكس. Tubular hydrostatic pressure قل. دكتور راح يزداد الهيدروستاتيك مع الكابيلاريز مع الجلوميرولاي وبالتالي راح يزداد النفس الفلتريشن. اوكي. زين. ماشي كمل العفو دكتور احنا شلون عرفنا انه هذا الضغط يعني جاي يفسد بالبومن كبسول شبي شو عرفنا شنو؟ هو وجاي يقول ايش راح يصير اذا زاد هيدروستاتيك بريشر؟ وين؟ تيوبولار هو شوبولا. وين؟ تيوبولار هو حدد لك بومان كبسول تيوبولوس لانه هو لو اما جلوبولوس اللي هو بلاد فاسول لأما تيوبولار اللي هو بومان كبسول كلمة تيوبولار من هنا وجاي من المحاضرات الجاية إن شاء الله تعني من البومان كبسول البروكزيمال تيوبول لوب أوف اللي يعني استمرارية كل التيوبولز كلمة تيوبولار نعم سؤال بعده ماشي سؤال تاسع إذا زمان الله أنكرت فشل غير في الدكتور What effect would this have on the VFR? نعم. دكتور راح يزداد. شنو اللي يزداد؟ الجلوميرولر فلتريشن ريت. وضح لي السؤال، فهمت؟ وضح. زين دكتور هو النت فلتريشن شنو؟ علاقته بالمعادلة يعني. احنا عندنا الانكوت. احنا جارحين واحد واحد. احنا جارحين واحد واحد. لا احنا عندنا الجلوكوز بريشر وعندنا شنو اللي وياه عندنا الجلوكوز بريشر هاي الجلوكوز بريشر شنو تسحب الفيتر 100% من البومن كابسول فاذا لا. قلت فاذا لا. قلت دكتوره لا هي لحظه دكتور بس لحظه لا لا تسيبه هو ما يسحب الفلويد من البومن كابسول هو ما يسحب الفلويد يحافظ يمنع لك عبور الفلويد وما يسحب لك اياه من بومان كبسول احنا داخل البصر جلوميرولوس عنده بروتين غير موجود يمنع لي خروج الفلويد ويسحب لي اياه من بومان كبسول نعم فاذا هذا الفلويد هذا البريشر الموجود داخل بلد بصر قل ايش راح يصير؟ فدكتور شنو؟ نعم فاحنا عندنا الجلومر انكوتيك بريشر شنو؟ قال نعم دكتور كمحصله قوه السحب مال الجلومر انكوتيك بريشر كذلك اللي البومن كابسول هيدروستاتيك بريشر لما راح نجمعهم وشنو ونقصهم 100 من الهيدروستاتيك بريشر النت فورس شنو راح يزداد عندنا؟ فالفلتريشن شنو راح يزداد؟ وبالتالي الجلومر فلتريشن ريت شنو راح يزداد؟ شباب مقتنعين بكلامي عندكم توضيح عندكم شيء تعليق
اذا دكتور اذا سويت شيء بالارقام ما في سؤال. لا لا انا اذن جماعتك يعني شاركون ويانا. ماشي. اذا ماكو اي تعليق نمر على السؤال العاشر. سؤال عاشر using high, low or negligible prescribed normal performance capsule of protein pressure. نعم. شير منك. يقول لك البومان كبسول. On cortic pressure. بومان كبسول on cortic pressure. شنو يعني on cortic pressure؟ الواحد يجاوبني. دكتور ال pressure of يعني البروتين أو solute. مو solutes. Only protein. Protein. On cortic pressure. All protein. Osmotic pressure, solute and protein. يعني الكلمة أوسع هي osmotic pressure. الكلمة اللي مشتقة منها هي الـ oncotic pressure. نعم. Oncotic pressure only protein. زين. هو جاي يسألك عن البومان كبسول oncotic pressure. دكتورة هاي لو 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 شنو الضغط الموجود داخل البومان كبسول؟ بالنسبة للبروتين نيجليجبل لأنه بروتين يعبر يعني من البروتين يعبر فماكو نهائيا نيجليجبل ما عندي رقم حتى أخلي هذا الفيلد نورمالي نيجليجبل اوكي شو اللي ما فهمتوه اسألوا يمي افتح دكتور احكي دكتورة السؤال الثالث على التوضيح ما فهمت ارجع لي على السؤال الثالث كيف قراءته؟ لو مية انقاطك براجع وقتو ديكريس what effect would this have on TFR ماشي حلو نعم التوضيح ما عصر واحد من زملائك خش من اللي افتهم خي يجاوبنا يا شباب من فهم فهمنا يا خي عيدا يقول لك السؤال اذا الجلوميرولوس جزء الجلوميرولوس مو بومانتكس جلوميرولوس on cortic pressure قل يعني البروتين داخل الجلوميرولوس قلت ايش راح ياثر لي على الجي اف ار دكتوره راح تزداد الجي اف ار لان راح ليش تزداد الجي اف ار ليش تزداد راح شنو زاد عندي زاد دكتوره اول هيدروستاتيك بريشر بقى نفسي بس اوبوزيت فورسز راحت الانكوتيك بريشر او قلت ما راح يصير مقاومه فراح تزداد النسبه يعني تتفوق بالضبط يعني لا تطبقها بالارقام يعني تطلع اكثر من 10 تطلع رقم عالي لانه الفورس اللي تخالف لك الفلتريشن اللي تعاكس الفلتريشن قلت هاي منطقيه واذا تريد تفكر بيها انت يعني من قلل الانكوتيك بريشر يعني من قلل عندي قلل عندي البروتين البروتين وحده من الوظائف المهمه لوجوده بالبلد يحافظ لي على بلد داخل البصل يمنع لي حركة البوتر يمنع لي حركة البلد فأنا من يقل البروتين فأنا الأنكوتيك بريشر ايش راح يزيد عندي يزداد حركة الفلويد هيدروستاتيك موجود على حالة الأنكوتيك اللي هو أساسا وظيفته تقلل الفلتريشن تقلل حركة الفلويد قل فايش راح يزود عندي راح يزداد لي انجي اف واضح السالو اكو شيء ما لا دكتور واضح شكرا نعم قبل بعد دكتور سؤال داش what does the term myogenic response mean نعم احكي وياها احكي عن الاوتو ريجوليشن قلنا
الاوتو ريجوليشن رينال بوند فلو. اقرا هالفقره التعريف مالته. Renal blood flow and hence GFR is maintained closely by a process of autoregulation. One aspect of this myogenic response of the smooth muscle and the arterial wall. Now, what does the myogenic response mean? جاوبونا. دكتورة ده ازداد الضغط. نعم. اذا ازداد الضغط فراح تتوسع الشرايين بالحاله الطبيعيه، المايوجينيك ريسبونس راح يصير كونتراكشن ويقلل لنا الدايامتر مال الفصل، فحتى يبقي لنا الفلو ريت الجي اف ار بقي لنا ثابت. يعني تقاوم صعود الضغط ارتفاع الضغط. نعم. بعد راي ثاني توضيح اخر. ايد وليا. هذا الطالب ثاني عيدية. دكتورة أنا عندي تفسير بس شوفي عيدية ولا نعم. دكتورة هو احنا لما يزداد الضغط فالبور ما بين الاندوثيليوم شنو راح تزداد؟ راح يدخل عندنا كالسيوم يسوي لنا شنو كونتراكشن. لا تحكي لي بالموليكيولار، لحظة لا تحكي لي الموليكيولار، الموليكيولار بارت انا اساسا ما ذكرت بالمحاضرة بالتفاصيل، بس احكي لي الفكرة العامة بالنسبة للكلمة. هي الفكرة العامة احنا عندنا الجلوبولين فيرتيليشن عندي ميض عندك فعض ضغط على ساعة، فعض ضغط 160 نورمال 120 على ساعة لسبب أمري آخر زاد صار 160. البلد زفر شنو الريسك اللي راح تواجهها؟ شنو اللي تعرضه؟ دكتورة ما يخالف، احنا عندنا قضوة بالجسم انه لازم يكون الدم اللي ثابت اللي هي البرين واللي هي الكدني. على مود احقق هذا الشيء. ليش نحتاج ما دام ذكرنا ليش نحتاج الكدني يحتاج بلود فلو ثابت؟ دكتورة على مود شنو انه تنظيم علم للسوائل بالضبط احتاج جي اف ار لازم يبقى نورمال ايضا جي اف ار يبقى نورمال لان هي يعني كنترول اجزاء كبيره جدا يعني احتاج للسوليوس للاوزمولاريتي للبلد بريشر للاسيد بيس بالانس هذول كلهم نحافظ عليهم نعم فلازم افرض ميكانيزم يعني تقاوم تغييرات البلد بريشر زياده او نقصان فدكتور لما يزداد الضغط راح يصير ستريتش دائما على البلد فاسل فالبلد فاسل شو يسوي انه كونتراكشن على مود يثبت لنا الجلوميرولر فلتريشن ريت تكون 125 ملي لكل دقيقه يحاول ما يخلي لك البلد براجر يعني عفوا البلد فاسل يتوسع زايد يعني من يتوسع زايد راح يجيني بلد زايد صح ولا لا؟ من يجيني بلد زايد راح الجي اف ار راح تزداد نورمالي هذا الستاتيك براجر يزداد جي اف ار تزداد فانا هذا اريد احافظ على البلد الجي اف ار نورمال زين بلد بس ايش راح يسوي؟ شلون يحفظ؟ يمنع لي هاي الشغله؟ اعمل ريفلكس راسا مباشره بس يزداد عنده البريشر عليه ايش راح يسوي؟ ريفلكس راسا راح يصير عنده كونستركشن من صار؟ من اوفر ستريشن بالضبط احنا على حال اي يعني خليني اقول لك صندة مطاطية تدفع بها بلد راسا ترجع تضبط بالونة تنفخها وشوف راسا ترجع تحاول تبقى على حالها اللاستيك هو اكثر شيء هذا اللاستيك هذا المطاط اذا اجره شوف راسا بس تبدا يرجع ياخذ الحجم ليش حتى يحافظ على الحجم مالته هاي حماية للبلد فيسل مو بس حماية للجي اف ار، حماية بلد بصر للتمزق، يصير بلد بريشر عالي مفاجئ، اوفر فلو، بلد زاد عليها، فايش راح تسوي؟ تحاول تضغط نفسها حتى تحافظ على الوول مال بلد بصر، وتحافظ لي على كمية البلد الداخلي، بد يعني ما يدخل لي بلد أكثر من الطبيعي، وما يصير عندي بالنسبة للكدني، الجي اف ار يبقى وذ النورمال. يبقى شلون الميكانيزم؟ قلنا ما يصير اوفر ستريتشنج عندي سموث مصر بالفيسل وول راح يتحفز ريليز اوف كالسيوم راح يصير عندي كونتراكشن احنا بس ما جاء يعني كونتراكشن دائما يحتاج كالسيوم فمن يصير عندي ستيميليشن للسموث مصر راح تعطيني كالسيوم يزداد وراح يصير عندي ريفلكس كونتراكشن وتحافظ على البلد فيسل على حاله ماشي دكتورة بس وضح لي أكثر من الطلاب نعم
بس الكلى لما يصير بلد بريشر عالي على جسم الانسان ايروبيك الكدني يسوي ريدكشن يعني اللي هو اليوم مال البلد. نعم لما يصير البلد عالي يعني 160 من زي البطن ايروبيك الكدني يسوي ريدكشن للبلد بالجسم. شو تسوي تقلل البلد؟ ايه انا ايضا انا بحمي الكدني بحمي الفانكشن اوف ذا كدني هسه من عندي صار اذا قصدك كرونيك فتره طويله هذا مريض عنده ضغطه يصعد وينزل اليوم 160 باشر 165 هذا ما عندنا مشكله هذا الكدني راح يصير في المحاضره الجايه ان شاء الله ناخذها راح يصير لونج تيرم ادابتيشن بطرق اخرى لكن هاي الصدم هاي الزياده المفاجئه ان الكدني يعني ما اريدها تتعرض لها ما اريد يجيني زياده ضغط على ساعه من 120 ل 160 هاي مفاجئة هاي همنا خطرة على البلد بصر وهم خطرة على الفلتريشن فالكدني رأسا تأخذ ريفلكس سميناه أوتو ريجوليشن تحاول تحافظ لي على بلد فلو وتحافظ لي على الجي اف ار يعني هاي في حالة السدن نعم يعني بالحالة السدن فجأة احنا صدق يعني بالحالة كان يعني قلنا من يصير يعني هذا مريض هايبرتنشن هو مو كل وقتهم هاي الميكانيزم راح تظل مستمره هذا ادابتد ياخذ فتره الاندوكراين يشتغل والهرمون يشتغل هذا الميكانيزم تشتغل لكن هاي الصدن احنا هاي المشكله عندي صدن تشينج صدن فلكتويشن زين يعني هذا اريده احافظ عليه يعني مريض اجاك ضغطه 60 اليوم هو ما بيشي الصبح ما بيشي على ساعة صار عنده في بليدنج ار تي اي سبب او لاخر نزل ضغطه ل 60 زين هاي الكدني يعني ما عنده وقت يصير بها ادابتيشن وتدز لي هرمون على ريفونكشن فقلتها تستجيب او واحد على ساعة صار عنده ضغط بسبب او لاخر ضغطه كلش صعب اخذ فد دراج ما يدري بي اكسيدنتلي مثلا وصعب ضغطه كلش او صارت فد سايكولوجيكال او كذا فهذا الصدر ريفلكسز احنا نخاف منه فالاوتو ريجوليشن كله هو لحماية الكدني من الصدر تشينجز نعم عشرة تعبر السؤال بعد لو يحتاج توضيح اكثر الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح نعم أفهم السؤال بعد إذا ما في سؤال نعم تمام The smooth muscle and the afferent arteriole relaxed and the efferent arteriole tone remained unchanged What would happen to the hydrostatic pressure and the glomerulus? نعم واحد يجاوبني يقول لك الافرنت ضغطه طبيعي على حاله والافرنت صار بيه دايليتيشن شنو صار عندي دكتوره يزداد شنو اللي يزداد يزداد الهيدروستاتيك بريشر في الكلوموريولاس لانه راح يجيني دم هواي انه يصير عندي ريلاكس جيد زين فش راح يزود عندي الجلوميرولس فلتريشن ريت نعم زاد عندي جي اف ار نعم اعتقد تكون ناقص نعم زاد فلتريشن او زاد البلد لو والإفارات نورمال ما تغير لكن الإفارات تتأثر بزيادة الضغط فزاد عندي هذا مسات كبرزل وزاد عندي جي اف ار زين السؤال اللي بعده If the smooth muscle of the efferent arteriole and the efferent arteriole both relaxed, what would happen to the hydrostatic pressure and the glomerulus? زين
في قناة سي تيلات غيرا بنفس المقدار. شو ريميند ذا سيم؟ انا عندي تباعد الافرنس. يعني دخلت كمية اكبر بالافرنس. دخلت كمية اكبر. والافرنس ايش بيه؟ هم راح تخرج منه كمية كبيرة لان ازداد قطرة. ما راح تبقى بالمريرس ما راح يبقى فترة طويلة فراح يقل الضغط. يعني راح يبقى نفس الضغط ما راح يتعب تقريبا. انا يعني من احكاري اذا انا حافظ عليه طبيعي الافرنت يعني هو صار ريلاكسيشن يعني قل الضغط زاد لي بلد صحيح بس الضغط قل. دكتوره زاد الضغط شلون اسمه اذا صار ريلاكسيشن؟ نعم اذا صار ريلاكسيشن غير زاد الضغط والافرنت والافرنت هسه حسب السؤال انا اريد الافرنت شوفني انا اريد ان الافرنت نارور اريد يعني اريد ما اريد يعني يصير وايد حتى احافظ على النورمال يعني هو يعني اكثر تحكم للهيدروستاتيك بريشر لان البلود اجاني بالافرنت ولقى الافرنت ضيق صار عندي بريشر زين اذا الافرنت يعني صار عندي وايد ما صار يعني ما حافظ على النرم اللي مالته فالهيدروستاتيك بريشر صح يصير بي ها شباب يعني صاندة مي صاندتين مي وحدة عريضة وتطلع على وحدة أضيق فبهاي المنطقة اللي بيها البلد أو الووتر يعبر من العريض للضيق شو راح يصير بهاي المنطقة؟ يصير بي يعني درجر أكثر وضغط أكثر؟ زين أنا إذا التيوب الثاني خليته عريض التيوب الثاني هم صار عريض يعني ما راح يزداد الضغط يعني يبقى نفسي يعني يفترض هو طبعا ثيوريتيكال يعني حسب القيم حسب إذا التغيير متساوي فراح يعني يبقى نفسي ما راح يتغير يعني كم واذا الافرنت لا يعني الافرنت كان اكثر وش راح يصير عندي؟ يصير عندي الهيدروستاتيك بريشر بغلج يا بابا بغلج دكتور يعني شنو الجواب بالضبط هنا؟ هو هذا الجواب هو يعني هو السؤال بيك له قايل لك انه الافرنت كلش ريلاكس اكثر اذا الافرنت ريلاكس زايد عن الافرنت فراح يبقى الهيدروستاتيك بريشر على حاله لكن اذا اثنين هم ريلاكس اثنين هم ريلاكس بنفس الكميه فالهيدروستاتيك بريشر اصلا راح يقل والفلتريشن اقل هي كلها فرضيات هذه دكتورة زين احنا يصير عندنا بالجسم انه اثنيناتهم يصير بين ريلاكسيشن هو سجل يصير كل الفرضيات كل شيء ممكن كل شيء ممكن ما دام اكو انترفنشن اكو بحوث ممكن كل شيء ممكن اكو بحوث اكو مواد اقدر اضيفها تاثر على الافران على الافران احنا ما يعني ما لحقنا كل شيء المواضيع لكن كفكره انه اذا اثنينهم دايليت اثنينهم ريلاكس اذا الريلاكسيشن مال الافران عالي جدا ما راح حد يفكس هو بالنسبه للريلاكسيشن اذا الافران جدا عالي الريلاكسيشن مالته يعني جي اف ار يقل لكن اذا اثنينهم وذن نورمال يعني فشيء جدا بسيط فالجي اف ار يفترض نوت افكتد واضح؟ اذا الريفرنت ريلاكسيشن مالته لا اكثر فالجي اف ار يقل لان هذا الروتاتيك بريشر راح يقل ها واضح؟ ها نعبر على السؤال بعدين لو احتاج توضيح اضافي ها شباب سؤال اربعة نعم سؤال 14
in terms of the tone of the afferent arteriole smooth muscle, what would cause a decrease in hydrostatic pressure on the glomerulus? Yeah. مش هيقول لك اذا احكي انا عن الافرنت افتر نور ريلاكسيشن او كونتراكشن التون يحكي عن التون او افرنت افتر نور شو اللي قلل لي الهيدروستاتيك بريشر بالنسبه للتون اذا احكي عن التون او افرنت افتر نور شنو من اللي يقلل الهيدروستاتيك بريشر نعم دور الكونستركشن Construction of the afferent artery. شو راح يسوي لنا؟ يقلل الفلو نعم وراح يقلل الجفا يقلل الهيدروستاتيك بريشر ويقلل لي جفا واضح للباقين؟ سؤال؟ دكتور سؤال نعم زين شنو تأثير الافرنت ارتيول؟ احسن سؤال عن الافرنت انت افتهم الافرنت واحد واحد هذه السنة ما فهمت ليش عم تذكر احنا بالمحاضرة بالدايجرام مالت اليوتيوب اليوتيوب نعم اذا الافرنت صار بي كونستركشن قل فلو وقل الجي اف ار اذا الافرنت صار بي ناروينج ايش راح يصير؟ يعني دكتور اذا صار دكتور اذا صار بي كونستركشن يعني بالافرنت المفروض يجي يجي بهذا الساعات في البرجر يجي بهذا الساعات في البرجر بالضبط وش راح يصير بالجي اف ار؟ اذا زاد المفروض جي اف ار في البرجر نعم نعم دكتور سؤال من احمد الدياجرام اللي موجود بالحاره 321 نعم قال لنا انه الافرنت ارتيريال ريزيستنس حق فن الافرنت افرنت ارتيريال ريزيستنس حق فل والافرنت ارتيريال ريزيستنس حق ستاد واثنين ما راح يقلل الجلوميرولا حق ستاد في كوشر لان الافرنت افتهمناه بس شنو الحاله شنو الحاله هاي كل حاله تبقى تختلف حاله تختلف عن الثانيه قصدك الصوره هاي مال الفيدباك تجيبوا لنا الجلوميرولا الفيدباك نعم 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 ها المخطط مال الفيدباك هسه عندنا ما وصلنا له اوتو ريجوليشن غير يقول لك انا بدي اوتو ريجوليشن فكرت اسرع على الموضوع نعم بالنسبه للاوتو ريجوليشن اذا اني بس توضيح اضافي انتبهوا لي بس عندي الافرنت وايد الافرنت نارور هذين الشغلتين ولدت لي هاي هيدروستاتيك بريشر وانطاني جي اف ار نورم جي اف ار زين اجاني اليوم مريض صار عنده هاي بوتنشن قليل بلاد بريشر طبعا يقل بلاد بريشر يقل بلاد فلو زين قل بلاد فلو ايش راح يزيد يقل عندي الافرنت على حاله ما تغير لكن البلاد فلو اللي جايني اقل ايش راح يقل عندي شو يقل عندي نقل بلاد فلو شنو يقل نعم بالضبط ايش راح يقل يعني كمحصله؟ جي اف ار جي اف ار زين من قل الجي اف ار ايش راح يصير عندي؟ الفلو ريت الفلو بالتيوبيولز احنا قلنا عبر الفلترات من الجلوميرولوس للتيوبيولز بمن كبسول وبعدين للتيوبيولز يبدي يفتر كل مكان ياخذ وقته حتى يصير بير ابزوربشن سكريشن شنو البروسيس اللي يحتاجه من قلة الجي اف ار حركة التيوبولر فلويد راح تكون افضل راح تمر ببطء اكثر كل مكان تمر بيه فمن توصل للوب اوف اللي راح تبقى فترة اطول اللوب اوف اللي راح يصير بيها ري ابزوربشن اكثر للسوليوس انسحب اكثر ملح من صعد للفلترات من اللوب اوف اللي باتجاه الدستال تيوبيول كمية ال NACLB اقل بالدستال تيوبيول اكو سبيشالايز سيل في المنطقة
صار به arrangement تجمع مال specialized cell مال distal tubule و specialized cell من afferent arteriole و efferent arteriole نفس المنطقة صار بها التجمع complex هذا. فهاي السيلز اللي هي الميكرودنس جزء من الديستال تيوبيول تحسس بالملح القليل اللي جاء رأسا يما اكو سيلز من الافرنت ارتريول وسيل من الافرنت ارتريول جماعة الافرنت سووا وجماعة الافرنت سووا يلا جاوبوني يا شباب هل تمثل مشاكلهم حتى يرجعوا لي الجي اف ار للموضوع الاف ار ممكن تسوي دايليشن دكتوره سوينا انا الحسن دايليشن عن طريق جهه الاف ار راس يشتغل سوى لي دايليشن من زمان صار دايليشن بالاف ار ايش صار عندي؟ ورينا البلاد فلو لا البلاد فلو زين وبالافرنت جماعة الافرنت ايش سووا؟ كونتراكشن شلون؟ ايش هي الخطوات؟ عندي الدكتا جلومرولار سيلز طلع لنا في الافرنت ايش سوت لي؟ سوت لي رنين هذا يتحول الى انجيوتنسينوجين هذا انجيوتنسين 1 انجيوتنسين 2 والانجيوتنسين 2 يسوي غازو كونستركشن وين بالافرنت زين صار عندي اذا حصلنا شغلتين هم زاد لي البلاد فلو بسبب الافرنت صار بي دايليتيشن وهم زاد لي البريشر من الجهه الثانيه لانه الافرنت صار بي كونستركشن زاد عندي الهيدروستاتيك بريشر يعني هم زاد البريشر بسبب النروينج اللي مر بي وهم زاد البريشر بسبب زياده الفلو فبهاي الحاله شغلتين شو سوى النتيجه؟ رجع لي الجي اف ار زود لنا رجع لي على النورمال واضحة؟ دكتور هو نفس الانجيوتنسين 2 يسوي فازوداليشن بالافرنت ارتريول؟ هسه حاليا الانجيوتنسين عندنا محاضرة كاملة عليه، لا تخبط نفسك، تسمي بس عليه. لا دكتور مو نفسه، اللي يسوي الفازوداليشن هو بس بلاندي اي 2 وبراديكانين. احنا هسه خلينا بهاي الفقرة، لا تضيف اضافات. على هاي الفقرة فهمني اياها. بالنسبة للمخطط هذا. الافرنت ارتريول فيزل كونستركشن صار بسبب الانجيوتنسين 2 تفهم لي فقره فقره واضح لهنا تمام دكتوره واضح هسه هاي الفقره افهموها واستوعبوها زين ونبدي شوي شوي نشتغل منها ماشي سؤال 14 راح حكينا له لا افرنت ارتريول حكينا نعم In a nephron, consider what would happen in response to an increase in renal blood flow. Immediately, what would happen to GFR? ثانيا, immediately, what would happen to the efferent arterial wall stents? And therefore, in order to maintain the GFR within a tightly defined range, what needs to happen to the smooth muscle in the wall of the efferent arteriole? اوكي هسه صار عندي زيادة بلود فلو immediately شو راح يصير للجي اف ار؟ زاد بلود فلو جي اف ار شو يصير بيها immediately رأسا؟ تزداد دكتور تزداد نورمال اجاني بلود زايد صار عندي ادروستاتيك بريشر زاد اذا جي اف ار انكريز زين immediately زاد بلود فلو افرنت ارتريول وول مش راح يتحسس زاد عندي الفلو زاد عنده بلود زاد فانا شنو زاد عندي؟ ستريتش دكتوره؟ نعم ستريتش راح يكون ستريتش ستريتش اي صار عندي زيادة بلود يعني زيادة ضغط صار عندي ستريتش فاميديتلي شنو يتحسس؟ افرنت دكتور هاي بلاد بريشر هاي بلاد بريشر فايش راح يصير بي اوفر ستريتشنج
ويتحسس للزيادة. مش راح يصير بي ما صار اوفر ستريتشنج. شو يسوي هو بلد مسل؟ ميزو كونستركشن. كونتراكشن سموث مسل، ويحاول يرجع يضيق البلد مسل حتى يقل البلد الجاية. يعني احنا جاي البلد زايد، فاحنا مش مجرد نضيق البلد مسل، قل كمية البلد ونحافظ على الجي اف ار وذن نورم. واضح؟ ونفس السؤال الثالث يقول لك تمنتين جي اف ار مو هيجي. اقرا والله الثالث. In order to maintain the GFR within a tightly defined range, what needs to happen to the smooth muscle wall in the wall of the effluent arteriole? نعم. شو اللي صار؟ شين أستاذنا؟ Vasoconstriction. Vasoconstriction. Stretching more reflexly. راح يصير عندي contraction of smooth muscle. اشتغلت عندنا المايوجينيك ميكانيزم. سؤال 16. And another one, consider what would happen if renal blood flow were to decrease. What would happen to GFR and what would need to happen to the smooth muscle in the wall of the effluent arteriole in order to maintain a constant GFR? Yeah. عندنا الرينال بلد فلو قليل، فالجي اف ار راح يقل ايضا. يعني ميكانيكية سريعة واستجابة سريعة، احنا ايش راح نسوي؟ نسوي فازو دايليشن عمود، يعني يزود الضغط. نعم. هاي بالنسبة للافرات ارتريول. انتبه على السؤال، ممكن يجيك كذا سؤال، السؤال فقط عن الافرات ارتريول. بلد السؤال. السؤال يعني هو شوية دقيق بس يعني لازم تدربون عليه. السؤال فقط عن الأفرنت أرتريول، ايش أحتاج له؟ من قل بلد فلو، بس مجرد يصير عندي فازو دايليتيشن راح يصير لي كوركشن للجي اف ار. دور الفازو دايليتيشن يصير تلقائيا يعني ضمن المايوجينيك؟ ضمن وقت ميكانيزم. احنا عندنا من قل بلد فلو فكر بالميكانيزم ليوتيوبولو جلوميرولو. يوب يعني يجي امر يعني من مكان ثاني. يبدا الريفلكس اللي حكينا، المخطط تبعت اللي حكينا عنه. لكن والسؤال عن الافرنت فقط. الافرنت دايليتد. الافرنت ايش راح يصير بيه؟ بالتيوبيولا جلوميرولا ميكانيزم. الافرنت دايليتد والافرنت شو يصير بيه؟ كونتراكشن دكتوره. كونتراكشن. لانه راح يذاكر الريزستنس وبالتالي يفرز لنا رنين ويرفع الضغط. بالضبط. قلت لك انتبه على السؤال، اذا يحكي لك عن الافرنت جاوب دايليتد، واذا يحكي لك عن الافرنت جاوب كونستركتد. بارت اوف تيوبولو جلوميولر ريفلكس. نعم. TG feedback is a fast-acting response designed primarily for dealing with the momentary fluctuations in GFR associated with blood pressure changes. If arterial blood flow were suddenly to rise, consider the role of autoregulation. How do the compensatory changes contribute to the body's response to the sudden elevation in blood pressure? No. هذا السؤال شو يقول؟ زيادة blood pressure. مو هيجي؟ منطيك مجال complete the following table. بالنسبة لل myogenic response، احكوا لي detected by وش الريسبونس؟ والمشكلة عندنا هي زيادة بلد برجار.
سيارة بلاد براشر راح اسوي الستراتش للستراتش ريسبتورز الريسبونس راح تكون الافرنت ارتريول فيزو كونستركشن. نعم. ايش راح يصير؟ ايه تبلا ايه قلت لك تداعي نفكر بيها هاي الميكانيزم فائدتها لل يعني للقلة بلاد براشر. لكن هنا ثيوريتيكلي منطقة نظرية هاي النظرية يعني أقفد كم كتاب كاتبها كم كتاب ما كاتبها لكن كفكرة نعكس الفكرة الموجودة أصلا اللي حكيناها قلنا إنه زود القلة بلاد فلو بس احنا لا نقول يزود البلاد فلو فمن يزداد البلاد فلو يزداد الجي اف ار سرعة مرور الفلترات بالتيوبيولز راح يصل بيها راح يزود اكيد يعني راح تقل وجودها باللوب اوف اللي فش راح يصير عندي يوصل للماكولا دنسة ملح اكثر زين اكو ثيوريز يعني قلت لكم هذا يعني الموجوده صحيح بالسمول جروب بس هي يعني اكثر من كتاب انا ما لقيت الموضوع هذا واضح يقول لك اكو ثيوري ريليز اوف ادينوسين الادينوسين سم بلاد فيسلز يشتغل دايليتر بالكدني يشتغل كونستريكتر زين فش راح يصير عندي نفس الريفلكس وجود الادينوسين راح يسوي لي كونستريكتر المن لل افرنت ارتريو ويقلل لي بلاد فلو واضح لو لا دكتورة والافرنت ما يتأثر هنا نعم الافرنت احنا نشتغل احنا شو نريد نسوي احنا نريد حالة حالة مايوجينيك انا ما بدي اشتغل على الافرنت انا عندي اساسا ضغط زايد وبلاد فلو زايد فعند ضيق فقط الافرنت حتى يقل بلاد فلو الافرنت ما له علاقه به يعني هاي الميكانيزم بالنسبه لزياده بلاد بريشر الافرنت ما دخلنا بالموضوع بس ازود اسوي كونستركشن للافرنت حتى يقلل لي البلاد الجاني واضح يعني بلاد جاني زايد فعند اقلله عند اقلله حتى الجي اف ار تتغير فان كان بالمايوجينيك ريسبونس سوينا صار عندي اوفر ستريتشنج وقل بلاد فلو وان كان التيوبولر بنومريولر فيدباك نفس الشغله سواء ريليز اوف ادينوسين اللي هو فيزو كونستركتر اشتغل وين على افرنت ارتريول وبالحالتين نفس النتيجه نقل بلاد وقل جي اف ار فقط وزن نورمال واضح شباب ليلي اشتغلوا حال المايوجينيك ريسبونس دكتور الادينوسين يعني اشتغل فاز بالي كاكتشن نعم نعم ايش يعني اشتغل كاكتشن ادينوسين ادينوسين ارجع اقرا شوي عنه تلقى بعض الفيسلز يشتغل دايليتر بالافرنت ارتر وبالبوف رينال سيركوليشن يشتغل كونستريكتر دكتور الادينوزين يعني هو جدول شغله يختلف بالبلاد فصل بالكدني على بلاد فصل على هيك اضويه دايجيشن نعم نعم دكتور الادينوزين الى جدول يعني على بالكدني يسوي فازو كونستركشن في الهارت فازو دايجيشن نعم نعم الى مالتي فانكشن يعني ما تدوقكم بالموضوع انا ما تدوقكم بالموضوع فما ما بالمحاضره لكن ما دام ذكر بالسمول جروب انت طلع على الموضوع كونه اشتغل وفر لي الفانكشن المطلوبة منه سواء لدايليتيشن للأفرنت أرتريو وقلل بلاد فلو حافظ لي عليه
جي اف ار وذا نورمال. ها واضح شباب؟ نعم. هذا يعني هذا الافرنت هاي الميكانيكية مو الميوجينيك، هنا راح يسوون دايليشن على مود يقلل الضغط لو كونتراكشن. لا انا اريد اسوي كونتراكشن، كونستركشن اريد يقل بلد عن الضغط زايد عندي، يعني الضغط زايد. الضغط زايد اثنين؟ المفروض انه ازود الريسيستنس مال الافرنت. مو المفروض، لا مو المفروض، انا عندي شغل الكدني. يعني اذر بلد فيسلز، عندي الهارت تشتغل، عندي باروريسبتر تشتغل، ما دخلت بيها، لكن انا عندي مكان محدد اريد ان الجي اف ار ما يتغير، هاي الفكره الوحيده اللي اريدها نفسها. بعد الضغط يقل، الضغط ما يقل، هاي مو يعني اللي انا اريده، انا اريد ان الجي اف ار ما يزداد. من زاد الضغط، من زاد البلد فلو، راح يزود الجي اف ار، فانا اريد اشغل شوكتين ثلاثه شنو اقدر عليها؟ بالكدني، فالشغله ريسبونس سريع. حتى البلد يوصل لل جي اف لل يعني للجلومرول يفقد. ايش اسوي؟ اسوي كونستركشن افرنت، اسوي بايوجينيك ريسبونس حتى صدر لي ما يزداد الجي اف ار. واضح الفكره؟ لكن الموضوع اكيد اكو مالتيبل ميكانيزمز للريدكشن، لكن بس بهاي المنطقه انا اريد ان البلد فلو ما يزود عندي. ماذا نزل الضغط؟ انا شغلت مو انزل الضغط هنا، شغلت انه احافظ على الجي اف ار وذا. نعم. شكرا. نعم. ها شباب. اكو شيء بعد العيدة؟ لو تعبر على الجزء الثاني من السؤال. عبر لي على الجزء الثاني في فكرة الموضوع. نعم اقرا لنا يا بس هذا السؤال عكس ذاك بالضبط. اذا صار عندي فول بالبلد بريشر شغل المايوجينيك وشغل التي جي ميكانيزم. احكي لي اول مره عن التي جي ميكانيزم اللي احنا حكينا عنها في المحاضره. قال لي البلد بريشر، قال لي عندي البلد اللي واصل لي، قال لي جي اف ار. أرد واحد يجاوبني. التي جي ميكانيزم. دكتورة بيل ديتكتد باي ماكيولا دنسا، لأنه هو قال الصوديوم والكلورايد اللي رايح للدستر كونفوليوتد تبيول راح يقل، فلاحظ الماكيولا دنسا تقول لي يابا الهاي جاك سابلمنر سيلز تقول لها طلع لي رنين، والرنين ايش راح يسوي؟ يسوي فازو كونستركشن وين بالافرنت ارتريول. كذلك دكتورة الكلى ايش راح تطلع؟ ماده يسموها براديكاينين، هي يعني الكلى تقدر تطلعها من المواد براديكاينين وبروستاجلاندين. ها؟ اي في البراديكاينين وبروستاجلاندين. ايش؟ ركزي على الموضوع نفسه بالمحاضره فقط. هو دكتور يعني راح مو هنا يعني هن مترابطات شلون عفوا دكتورة يعني هو راح يسوي فازو دايليشن وين بالافرنت، فازو كونستركشن وين بالافرنت، اللي يسوي فازو دايليشن بالافرنت اللي هو بادكانين وبروستاجلاندين، واللي يسوي فازو كونستركشن بالافرنت راح شنو هو الانجيوتنسين. انت لا تدخل نفسك بالبروستاجلاندين، البروستاجلاندين دكتور انتظر ليش ما تسويها؟ انا ما بسويك بروستاجلاندين انواع، قسم بيزو دايليتر وقسم بيزو كونستركشن. فخليك بالموجود بالمحاضرة افهمها كلش كافي. انت دخلت اكو بروستاجلاندين انواع، ترى تكون تحدد نوعه مو تحكي هيك. اكو انواع دايليتر، اكو انواع كونستركشن. ركز لي على الموجود بالمحاضرة افهمها حتى ما تتيز ملائك. دكتورة هو حكيت اللي هو عن الموجود. دكتورة؟ احكي. دكتورة؟ نعم. يعني هسه هاي الميكانيك يعني راح نسوي فازا دايليشن للافرنت ارتريون. نعم. لان الافرنت هو جزء من هاي يعني الكومبلكس. راسا الافرنت تحسس طالب دايليشن. وبالتالي راح يرفع لنا الضغط. دكتورة نعم. والجزء الاخر. دكتورة. هم سوينا فازا دايليشن.
على مود رفعنا الضغط. الإفرنس 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 بفازو كونستراكشن. الإفرنس بفازو كونستراكشن بتأثير منه دكتور رنين ينفرز ورفعنا الضغط. رنين هو نفسه يرفع الضغط لو يحفز لوات لا مثلا هو مو يرفع الضغط وإنما يحفز للأنجيوتين سي 2 اللي هو بيزو كونستركتر. بيزو كونستركتر فين ما صار عندي بيزو كونستركشن للأفرنت لو للإفرنت للإفرنت والإفرنت بالضبط. فهذا دايليتد الإفرنت زود للفجر وهذا الأفرنت جزء الأفرنت كونستركشن أخو الكونستركتد الإفرنت والإفرنت صار بي دايليتيشن بل فزاد عندي البلد فلو وصار رجع لي الجي اف ار وذن نورمال. يبقى انت تضيف البروستاجلاندين مو اقول لك مو صحيح موجود الاسم مو صحيح لكن تكون تحدد لي نوعه. فلهذا انا ما اقول لك حدد لي انواع حتى بالتايه. فاحنا خلينا ويا الانجيوتنسين 2 اللي هو بيزو كونستركتر للافرنس. دكتور سالت عن نوعه اللي هو بروستاجلاندين اي 2 واي 2 اي فاحنا ما ردنا توك قلت لك لانه انت بتقول لي بروستاجلاندين اقسم منهم دايليتر اقسم منهم كونستريكتر. فاحنا الواضح والمتفق عليه انه انجيوتنسين 2 اشتغل بهاي الميكانيزم وسوالي كونستركشن للافرنت ارتريول. ولهذا احنا حكينا قلنا بدايه المحاضره وجود يعني انجيوتنسين 2 لا يزود ولا ينقص لكن يحافظ لي عن حافظ لي على الجي اف ار وذن نورمال. بالمحاضره شفت نهايه المخططات اكو انه انجيوتنسين 2 بروتكتيف حافظ لي على جي اف ار وذن نورمال سوالي كونستركشن بجهه وحده حافظ لي على جي اف ار والبلاد فلو وذن نورمال. اخذ الجزء الثاني من السؤال يقول لك المايوجينيك ريسبونس. احنا قلنا المايوجينيك بروسيس مالي تشتغل من يصير عندي زيادة دكتورة بزيادة الضغط فهي ما تشتغل استجابة سريعة. لا دكتورة لن يتحل الضغط إذا قل الضغط هنا أنا راح يسوي لنا دايليشن. شو يصير دايليشن؟ أنا الفكرة أنه هاي الفكرة stretching contraction من يزيد يصير stretching عندي بسبب زيادة البلد براجار وبزيادة البلد الموجود راح يصير عندي ستراتشنج اوفر ستراتشنج وصير دايليتيشن. زين من الان بالعكس اذا البلد الجاني قليل فالبصل راح يتحسس راح يصير عندي ريفلكس تتحسس ب other types of receptors تنطينا ريفلكس بيزو دايليتيشن حتى تقدر لي البلد فلو. يعني مو نفس الميكانيزم بالضبط يعني ما راح يصير عندي over stretching و release of calcium و contraction لكن الفكرة نفسها انه myogenic يعني vessel wall يتحسس بوجود pressure receptor some receptors تتحسس بقلة blood flow فش راح يصير عندي reflex vasodilatation ويرجع لي blood flow to the normal ويساعدني بال correction of GFR. واضح؟ من الدكتور على المايوجينيك ميكانيزم تشتغل بال 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 بالهاي بوتنشن والهاي بوتنشن يعني تجي تبث بال اهميتها والفكره نفسها اللي حكيناها هي بزياده الضغط لان قلنا يصير اوفر ستريتشنج راسا يصير كونتراكشن يعني بتشتغل شغل ميكانيكا. نعم يعني بتشتغل اكثر الضغط يشتغل يا ريفلكس. أيه. شوف واولي من يزود الضغط يعني الفكرة هي أكثر هي ميكانيكال ستريتش تمون يعني ميكانيكال ستريتشين وراء كونتراكشن. بس من يزود يقل الضغط ريفلكس ريفلكس أكو أدر ريتب يعني سيفتر بالبلد بصر يتحسس لقلة الضغط فريفلكس لي راح يصير عندي بيزو دايليتيشن. مين يصير دايليتيشن؟ أكيد البلد فلو يزود
وصل كوركشن لل جي اف ار. فهمتوا هذا الفلورز يعني الوايوجينيك ريسبونس نكتب ديتكتد باي شنو يعني؟ ديتكتد باي؟ ايه ريفلكس يعني مو يعني ديتكتد اذا اقول لك انه ستراتشنج حال حال اي قطعه بلاستيك اسحب وشوف هو هذا ميكانيكال اكثر فكره هي ميكانيكال صارت انسحاب يعني زايد ستراتشنج زايد فرأسا صار عندي ريبيت اوكي المفروض اشتغلت كونتراكت بكل بساطه لكن مثل الضغط لا في عندنا ريفلكس بيزود اديتيشن حسس باي اذر ريسبتورز ميكانيكلي اذا زادت الضغط لكن اذا قل الضغط وقل بلود فلو اقوى يعني اذر ميكانيزمز تدخل والنتيجه يصير عندي ريفلكس بيزون داليتيشن فاحنا ميلي وفكرنا هذه المحاضره كون المايوجينيك ريسبونس اهميتها من يزيد تبغى تتاجر نعم اكو شيء ما واضح دكتوره يعني اذا سؤال بالامتحان بالامتحان تعتمد المحاضره واحنا ماكو فرق ماكو فرق المحاضره على السمول جروب قلنا المايوجينيك ريسبونس هي نفسها بالضبط تشتغل ميلي بزياده البلد برجر لكن اذا قل البلد برجر لها تاثير باي ريفلكس زود اديشن انت فهمت الفكره بعد الامتحان شنو يجيك المفروض تجاوب ان شاء الله يعني بنقلل قلب برجر ما صار نفس الكونتراكشن والاوفر ستريتشنج لكن تحسس البتل وول وسوى لي ريفلكس صار بي فاليديشن ها شباب السؤال من الصوت عش بالنهاية هذاني يبقى على الأسبوع الجاي لأنه الجلوكوز إحنا ما حكينا عن التفاصيل اليوم يعني هو جزء باقي بين المحاضرة بعدها دكتورة عفوا السؤال نعم الماكولا دنسا يعني هي الوظيفه الاساسيه لها انه صار دايليشن يعني نتيجه انه صار يعني انخفاض بالضغط لا يعني الماكولا دنسا تحسس كميه الملح اي دكتورة يعني بعدين انه سوى فازو دايليشن حتى يعني صار احنا مو هي اللي سوى فازو دايليشن احنا يمها يعني فد مركب فد كومبلكس فد قطعه نعم هي تتحسس بالملح زيادة ونقصان موجود من نايمها الأفرنت جيكستا جلوميرولارسير مال الأفرنت ومن الجزء الثاني يمها يعني هم ثلاثة هم عبارة عن مركب واحد تسوي هي تلقف تغيير الملح والأفرنت والإفرنت يطول الرفلكس المفروض يعني وظيفتها يا يعني تحفز على الزياده والنقصان على الفازو دايليشن وصارت كونستراكشن اثنينات يعني؟ هي وظيفتها تحس الملح فقط تتحسس بالملح وراسا تنطي ريفلكس للموجودين يمها راسا يمها موجودين او وياها مرتبطين تحسسون نفس التحسس وياها الافرنت والافرنت جيكستا جلومرولار سيل يعني هم عباره عن مركب واحد صايرين هذا جزء الجزء الماكلادنسا خلايا مجموعه خلايا مو فد جزء كبير مجموعه خلايا بسيطة مرتبطة ثلاثة سبع أشكال من الخلايا جزء من التيوميوز اللي هو يعني الدستال تيوميو وجزء اللي بصفة من البلد بسل اللي هو من الأفرنت وجزء قريب عليه ثالث من الإفرنت من البلد بسل هذول ثلاثتهم الماكلة جالسة تلقف الملح ورأسا تطلع ريفلكسس من اللي بصفة الأفرنت والإفرنت كل واحد ينطي الريسبونس حسب المطلوب منه بس يعني دكتورة تتحسس من نقصان الملح والزيادة يعني اثنينات نعم تتحسس نعم. الزيادة نعم إذا زاد إي بالضبط تتحسس النقصان والزيادة إذا زاد الفلو والسرعة سريعة الملح ما يلحق يعني يصير بير ابزوربشن بما فيه الكفاية باللوب اوفري يوصلها كمية كبيرة إذا الفلو قليل السرعة قليلة مال حركة التوبيولار فلويد بطيئة يبدي الابزوربشن طبعا اكثر وتتحسس بالملح اللي جايها اقل
حطينا الريفلكشن المطلوب، زيادة لنا أو نقصانا. قلنا بالزيادة شو يصير؟ تحفيز الأدينوسين ميلي، وبالنقصان شو يصير عندي؟ رنين أنجيوتنسين وريفلكس بيزال داديتيشن للحفرات أرتري. يعني الحمد لله هنا أسئلة خلصت. إن شاء الله الأسبوع الجاي حتكون يعني أسئلة أكثر، إن شاء الله تب يعني فهمتوا الفكرة الأساسية.